طيب نعيش الأجواء أكتر ونقرب من التفاصيل ونشوف كافة الأخبار والكواليس كالعادة من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا دلوقتي معانا في أبو ظبي عبر البث المباشر عشان نطمئن من خلاله على كافة الترتيبات والأخبار والكواليس. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك يا محمد طبعا، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وعايز اقول لك يا محمد وبارك لك يعني الحمد لله على السلامه، عوده من جديد الى شاشه البيت الكبير طبعا بيت النادي الاهلي طبعا عبر برنامج الترند. دايما موافق يا محمد، واحنا كل يعني احنا كزملاء او كجمهور النادي الاهلي دايما مستنيين منك الكثير باذن الله. الله يخليك يا فاروق، وانت بالتاكيد عامل شغل متميز دايما في الكواليس وفي السفريات وفي الرحلات، وعندك تفاصيل التفاصيل. نطمئن من خلالك بقى ونسمع الجديد من خلال رحلة سفر يعني منذ 48 ساعة، فأكيد في جعبتك الكثيرة والكثير. اتفضل. يعني خليني يا محمد اخد يعني رحله السفر من البدايه، من التدريب الاخير اللي كان الفريق اداه على ملعب مختار التتش اللي من خلاله طبعا مستر كولر تقدر تقول اللي حط من خلاله ال 70% من الشغل الفني اللي يعني كان محتاجه من الفريق قبل السفر طبعا الى الامارات. كان المران الاخير على ملعب مختار التتش، ثم توجه طبعا اللاعبون الى مطار القاهره، ومن ثم استقلال طائره خاصه والتوجه الى الامارات العربيه المتحده وبالتحديد ابو ظبي. بص يا محمد، يعني عشان اقربك واقرب الجمهور، في مؤشرات كده انت بتحسها من البدايه، يعني من لحظه الوصول الى مطار القاهره في رغبه كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي، يعني مش هقول لمصالحه النادي الاهلي الجماهير، ولكن لتعويض الجمهور عن فقدان البطوله السوبر الافريقي الاخيره. الرغبه دي يا محمد انت بتشوفها في وجوه اللاعبين، حاله التركيز اللي بان من اللحظه الاولى، يعني الكابتن محمود الخطيب وتواجده مع البعثه. طبعا انت عارف يا محمد جوه النادي الاهلي في يعني امور ومشاهد ما بتشوفهاش الا داخل النادي الاهلي. طبعا المهندس محمد الضماطي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وعلى الرغم من وجود الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، موجود الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد شوقي، جميع يعني كافه اعضاء مجلس الاداره لهم كافه التقدير والاحترام، لكن انت عارف ان في مشاهد دايما بيتصدرها ورئيس البعثه هو المهندس محمد الضماطي. يعني الكابتن الخطيب نظرات عيونه مع اللاعبين في رغبه مهمه جدا عند اللاعبين لتعويض الجماهير. الجانب التركيز او الامور اللي طبعا الكابتن محمد رمضان وجوده مدي امور مهمه جدا للاعبين، في حوافز كبيره جدا عند اللاعبين وجود الكابتن محمد رمضان، ادي حاله من الهدوء عند اللاعبين، في تركيز شديد جدا. طبعا يا محمد كان الوصول الى يعني الى الامارات او تحديدا ابو ظبي في رحله طيران استغرقت 3 ساعات ونصف، ثم طبعا الانتقال بحافله من مطار زايد الدولي الى مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن المطار ب 20 دقيقه. بدا الفريق التحضير والاستعداد الى السوبر من خلال التدريب امس، واليوم اختتم الفريق تدريباته واستعداداته على ملعب زايد في مدينه زايد، اعتقد يعني واحد من مدينه زايد الرياضيه، واحد من الملاعب المميزه اللي مستر كولر اشاد يعني بارضيه هذا الملعب ولقى الاستحسان من جانب اللاعبين والجهاز الفني. تدريب بالامس اداء اللاعبون النهارده التدريب الثاني والاخير استعدادا لمباراه سيراميكا. النهارده طبعا كان في محاضره بالفيديو عقدها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اتكلم طبعا على اهم الامور الفنيه اللي بيطالبها من اللاعبين في هذه المباراه، اتكلم على نقطه مهمه جدا، ضروره تعويض الجماهير، ضروره التركيز، الاستغلال يعني عدم التفكير في المباراه التاليه. خلينا ان احنا تركيزنا كلنا كافراد منظومه النادي الاهلي بدءا من كل افراد البعثه مرورا بكافه اللاعبين، التركيز على مباراه سيراميكا، لا حديث لا مجال لاي كلام اخر، التركيز على مباراه سيراميكا الخطوه الاولى، ثم يعني بعد مباراه سيراميكا ان شاء الله وان انت تعدي من مباراه سيراميكا ثم تنطلق ان شاء الله وتكمل المشوار الى المباراه النهائيه. طبعا النهارده كان في المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر والكابتن محمد الشناوي، كلم الكابتن مستر كولر عن اهميه جمهور النادي الاهلي ومنتظر دعم ووجود جمهور النادي الاهلي، اتكلم على الجوانب التحفيزيه للاعبين، قال انا جوه النادي الاهلي من ساعه ما جيت بطالب بكل البطولات، انا يعني انا الدوافع عندي متوافقه مع النادي الاهلي، الطموح اللي عندي هو نفس الطموح اللي عند جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا محمد مردود هذه الامور تكون بدءا ان شاء الله من الغد امام سيراميكا باذن الله. باذن الله يا فاروق. طيب عايز اسالك على محمد الشناوي، اللاعيبه الدوليه اللي كانت بتشارك مع منتخبنا الوطني في مباراتي موريتانيا وراجعين من موريتانيا في اجواء صعبه جدا، ويمكن في خبطه كده لمحمد الشناوي يمكن اعتقد 7 غرز فوق الحاجب بالظبط، مدى جاهزية الشناوي
مدى جاهزية خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد. طبعا مش هنخش في الجزء التكتيك والتشكيل واحنا عارفين التفاصيل دي ما بنخشش فيها يا فاروق، ولكن يعني إطلالة عامة كده اطمنا على شكل الفريق قبل مباراة سيراميكا بكرة إن شاء الله اللي هتكون الساعة 8 بتوقيت القاهرة. يعني تقدر تقول يا محمد الانضمام اللعيبه الدوليين، كان اخر لعيبه اللي انضم كان طبعا وسام ابو علي اللي انضم بالامس طبعا للفريق، وكان طبعا لظروف تواجده مع المنتخب الفلسطيني في مباراه الكويت كان التحق بالبعثه هنا في الامارات. يعني بتكلم عن اللعيبه الدوليين، وخليني اوضح لك ان الكابتن محمد الشناوي عنده جرح قطعي طبعا استلزم 8 يعني غرز في الجبهه. كل الامور دي محمد الشناوي مش مركز فيها، محمد الشناوي كقائد وكابتن فريق النادي الاهلي مركز ان احنا نفرح الجمهور. النهارده قال رساله مهمه جدا، يعني احد الصحفيين او بيسال عن الكابتن الشناوي والتدوير وهذه الامور، كابتن محمد الشناوي قال الشناوي هو لاعب ضمن فريق النادي الاهلي، اي 11 لاعب موجودين كلنا ورا الفريق، اي 11 من الامر غير متعلق غير مقتصر فقط على مركز حراسه المرمى، سواء الكابتن محمد الشناوي، الكابتن مصطفى شوبير، الكابتن حمزه علاء، الكابتن مصطفى مخلوف. كابتن الشناوي وجه رساله مهمه جدا، قال يا ريت ما نفتحش هذا الكلام ويعني ونفضل ان احنا نسال في هذا الامر مين هيلعب او مين ما يلعبش، اي 11 لاعب هيكون موجودين في ارض الملعب لهم كل الدعم مننا كلنا ومن كل جمهور النادي الاهلي. الحاله اللي ظهر عليها اللاعبين يا محمد خلاص، يعني انت تقدر تقول اللعيبه الدوليين ووجودها خلاص، الامور دي خلاص يعني ما رحله الطيران او الارهاق اللي كانت مع المنتخب المصري مستر كولر ايه قدر يعني ان هو يعالج هذا الامر طبعا بالتنسيق طبعا مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي. فتقدر تقول خلاص يعني الشناوي ما فيش اي تاثير طبعا موضوع الجرح اللي في جبهه الشناوي، ايضا كل اللاعبين ومدى تركيزهم. وسام ابو علي كان في استقبال حار من اللاعبين لاستقبال وسام ابو علي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا يا محمد، وهي الجمهور اللي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره جدا. النهارده جمهور من الامارات موجود يساند ياذر النادي الاهلي. الحاله العامه، الاجواء العامه، يعني ان شاء الله محمد انا ببشرك وبشر كل جماهير النادي الاهلي تكون بدايه خير ان شاء الله غدا في مباراه سيراميكا. زي ما اكدت يا محمد في اول كلامي، باكد ان النادي الاهلي والجماهير اللعيبه عندهم رغبه في تعويض الجماهير. الشغل الفني بقى وانت عارف انت في جزء كبير جدا مستر كولر انهاه في القاهره النهارده برضو محمد، على يعني على هامش الاستعداد لهذه المباراه كان في محاضره مع من الجانب التحكيم او الكابتن ابراهيم نور الدين، كان مع فريق النادي الاهلي في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. طبعا انت عارف يا محمد طبقا للبروتوكول الخاص بهذه البطوله بيبقى فيه ندوات او محاضرات التحكيميه خاصه بكافه هذه الامور قبل المباراه. كان النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي لبعض الامور الخاصه به الحالات التحكيميه. انت عارف يا محمد مباراه مهمه جدا، التزام، احنا عايزين كل فريق ياخد حقه، النادي الاهلي عايز ياخد حقه، اي فريق او اي منافس اكيد عايز ياخد حقه، عايزين العداله بس يعني ان شاء الله تكون موجوده في ارض الملعب. لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون قادره على يعني رسم الفرحه على جماهير النادي الاهلي. نعدي خطوه سيراميكا ثم يبدا بعد مباراه سيراميكا لكل حدث حديث. نقطه الهامه محمد اللي وانت بتختم تدريب النادي الاهلي النهارده مستر مارسيل كولر تقدر تقول في حيره من امره، يعني فعلا يا محمد اللعيبه اللي في ارض الملعب او اللعيبه اللي في التدريب كل لعيب عايز ينزل زي ما اقول لك بلغه الكره ياكل النجيله، تحس من ملامح وجوه لعيبه النادي الاهلي اكن الفريق ده خسران كل البطولات الموسم الماضي، يعني تحس من ملامح اللعيبه ان الفريق ده اللي واخد البطولات السنه اللي فاتت واخد كل البطولات او كافه البطولات او اربع بطولات، تحس ان اللعيبه عندها حاله رغبه كبيره جدا ان شاء الله ان هم يصالحوا الجماهير ان شاء الله باذن الله. محمد ربنا يكرم في مباراه سيراميكا ومن ثم ان شاء الله الانتقال الى المباراه النهائيه باذن الله. فاروق صلاح موفد قناة الأهلي مع بعثة فريق النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك.